هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر. كما هو معلوم المجد تبون كان ناوي يمشي المدينة تيزي أوزو يوم 23 ديسمبر اللي تصادف يوم وفاة السيد أيت أحمد، وباش يستغل الزيارة ديالو بتدشين من عبد تيزي أوزو اللي باش يطلقوا عليه اسم السيد أيت أحمد، وكذلك باش يوزعوا 900 سكن في مدينة عزازقة نكاية في أحد أبناء هذه المدينة. ولكن في آخر لحظة الجبان يبقى جبان وتراجع الجبان وما قدرش يمشي يتحدى القبائل في تيزي وزو، خاف منهم وقال لك يأجلوها ليناير، يعني 12 في يناير بعد. أين هي تحضيرات؟ سألنا اليوم مصادر في تيزي وزو قالنا ما كان حتى شيء، ما كان حتى شيء. بينما من قبل نهار 13 ديسمبر كانوا حضروا داروا لي غيرلاند وداروا وسبغوا وداروا بنا، الاخر ما كان والو، وكانوا بعثوا 4000 عسكري حطوهم في الحي الجامعي ما كان والو. يعني الزياره الغيت الاستاذ ما يدشنش، وتبون دي غوفلا ما عندوش شجاعة باش يروح تيزي وزو، وجماعة اللي حابين يدزوها على راسو تراجعوا. ولكن جانا خبر من بجاية يقولوا بأنه الوالي أسدى تعليمات للسلطات المحلية بأنه هذا العام في بجاية يتخلاو عن الاحتفال بيناير رأس السنة الأمازيغية، وكأنه المجاراة حتى لتيزي وزو، يعني كل بلاد قبيل، وعلاش يناير يحتفلوا بها غير في بجاية؟ يناير يحتفلوا بها غير في بجاية؟ لا، يحتفلوا به في كامل الجزائر، ودايور يناير يوم دفع الأجرة. قل ما تحتفلوش بيناير تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة. أيوة هذه حدث غزة، ما يلعبوش الخطبة حتى غزة، ما يخرجوش نضامنا مع الشعب الفلسطيني، حدث غزة ما نديروش يناير، وحتى في ديسمبر ما تكلمتوش عليه، 12 يناير تكلموا عليه، حتى في ديسمبر ناس كامل راح تريفيونات واحتفلوا به، وزيد غير في بجاية باش تروحوا بلاد قبائل سكيمي شغل ماشي بالعاني، وعلاش؟ والمدن الأخرى الولايات الأخرى ما عندهمش يناير؟ يناير راهو موجود كامل تامزغة في تونس في الجزائر في المغرب. المغرب راهم كيما الجزائر حتى هما داروا يوم مدفوع الأجرة، يعني 4 سنين بعد الجزائر المغرب حتى هو دار يناير اعترف به كيوم احتفال رسمي، والناس احتفل به. وعلاش تقول لهم في بجاية ما تحتفلوش؟ لأنه باش يقول لك حتى في بلاد قبائل ما يحتفلوش، وبالتالي ما كان له يجي الرئيس اللي ما يقولش يحتفلوا به اللي راح نحتفلوا. صح، تبون تبون معروف عليه جبان، جبان كبير عمره ما يتجرأ يمشي لبلاد القبائل لا في يناير ولا غير يناير، والقبائل حالفين انه ما يجيش يدنسلهم ارضهم.
سيمنعون تبون من تدنيس الأرض الشريفة. تجد النساء أنت وسخ، أنت قذر يا تبون، ما تجيش تدنس أرض عميروش ولا لفاطن سمر وبن رمضان وآلاف المجاهدين الشهداء بلاد قبائل تحت شرجرة. تجد النساء ما يسمعوا لكش، يا القبائل ما فوطوش عليك باش تروح لهم، ولا قبائلي واحد في ولاية تيزي وز ولاية جاية ولاية كاملين ولا ورقة حطت ولا واحد شارك في الانتخابات لا مع ولا ضد، ريان دو ريان، ما نشاركوش ما نشاركوش، ما علاش معنيين بالانتخابات الرئاسية. هكذا كان عرض القبائل، دونك ما عندهم ما مديك يا تبون، ابقى روح دور الكاس خير لك، روح دور الكاس وانسى همومك وانسى دمارك. فانوايي طون شاكران dans un verre de rouge, comme tu as l'habitude de le faire. الآن نشوفوا مادام في الداخل العصابة فاشلة، شوفوها في الخارج في الأي دايرة. مع إسبانيا، هيا نرجعوا مع إسبانيا نشوفوا إيش كاين.